إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن درس مهم جدا سهل وبسيط بفضل الله تعالى، بس يا ريت تكون مركز معايا، ويا ريت ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس، ويا ريت كمان تعمل شير للفيديو عشان غيرك يقدر يستفيد. ولو في أي حاجة صعبة واقفة قدامك أو أي درس مش فاهمه، يا ريت تكتبهولي في كومنت أسفل الفيديو أو تكلمني خاص وأنا أشرحه لك إن شاء الله ونقدر نتعلم. بونجور أتوس، بونجور ميزيليف، جو سوي Monsieur Nadi Samir, le professeur de français. Aujourd'hui, on va parler sur l'impératif. معكم Monsieur Nadi Chaltout. Inch'Allah, نتكلم عن درس l'impératif. L'impératif, يعني الأمر. أنا دارس زي ما أو واخد في الدروس السابقة إن الجملة عندي بتتكون من sujet و verb و complément. تمام؟ طب هل جملة الأمر هي نفسها الجملة العادية؟ لا، في اختلاف بين الجملة العادية وجملة الأمر. طب أعرفها إزاي؟ أو أعرف إن الجملة دي جملة أمر أو جملة جملة عادية إزاي؟ الفرق بينهم إزاي؟ تعالوا بينا نشوف أمثلة عشان أعرفك الأول إزاي تفرق بين الجملة، وبعد كده أشرح لك إيه الإمبراتيف. تمام؟ أنا عندي دلوقتي أربع جمل، عاوز اعرف مين فيهم الجمل العادية ومين فيهم جملة الامر. تمام، اول جملة عندي بيقول لي منى فا او سينما، منى فا او سينما. تاني جملة منى فا او سينما. تالت جملة فا او سينما. الجملة الرابعة فا. طبعا اول حاجة او اول اختلاف بين الاربع جمل، لو لاحظنا في اخر حاجة كده، اخر حاجة في الجملة عندي، هنلاقي هنا ايه بوان نقطة، لكن هنا بوان دوكس اكسكلاماسيون علامة تعجب، علامة ايه تعجب في اخر الجملة. ده اول اختلاف. تمام، تاني اختلاف ان الجملة الفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية إن أنا عندي في هنا إيه؟ فاصلة أو فيرجيل. تمام؟ طيب الجملة الثالثة ما فيهاش إيه؟ منى اللي هو إيه؟ السوجي. ما فيش عندي إيه؟ سوجي هنا. تمام؟ طيب الجملة الرابعة برضو ما فيش إيه؟ سوجي. السوجي عندي ماله؟ مختفي مش موجود. ايه تاني؟ الجملة الرابعة عندي برضو ما فيش ايه؟ كومبليمو. ده الاختلاف اللي ممكن اي طالب يشوفه يقول لي ايه الفرق بينهم، هيقول لي الكلام ده، بس هو مش عارف الفرق ده جه منين. الفرق ان الجملة الاولى لو بريمير فراز سي ان فراز سامبل، جملة بسيطة متكونة من سوجي اللي هو منى، فا لو الفيرب، الكومبليمو عندي او سينما. دي كده جملة عادية في زمن المضارع. تمام، رقم اتنين وتلاتة واربعة ده شكل الجملة في الامبراتيف. ده شكل الجملة في الامبراتيف. تمام، ممكن يجيب لي نوم بس ايه يعزله بفيرجول او يفصله بفيرجول، ويبدأ بعد كده فعل الامر، لان انا عندي دايما الجملة جملة الأمر لازم تبدأ بإيه؟ بفيرب، تبدأ بفعل على طول، ما ينفعش أبدأ باسم أو ببرونوم. الجملة الأمر لازم تبدأ بإيه؟ بفيرب. الجملة التالتة عندي بيقول لي فا أو سينما، اذهب إلى السينما. اذهب إلى إيه؟ اذهب إلى السينما. رقم أربعة فا، اذهب زي بالإنجليش لما بنقول جو. تمام، فا بتساوي في الانجليش جو، فيرب واحد بس. يبقى انا جملة الامر او شكل جملة الامر ممكن يجي لي فعل فقط، ممكن يجي لي ايه فعل بس في الجملة. تمام، معنى ذلك ان الامر ده موجه لشخص واحد فا، او يجي مثلا فا او سينما برضو الامر موجه لشخص واحد بس يقول له اذهب الى السينما. هنا جملة رقم اتنين بيقول لي منى فا او سينما. طب
ميسيو هي منى دي مش فاعل، لا مش فاعل خالص. ليه؟ لان في ايه، في فيرجولة او فاصله هنا، فاصله فصلت بين ايه، بين السوجي وبين الفيرب. فوجود الفاصله دي كلها في صيغه ايه، الامر. طب منى اجابه هنا، منى دي منادى، انا بنادي على ايه، منى، بقول منى فاو سينما، اذهبي الى السينما، او فا تابلاس، اذهبي الى مكانك، فا لكل، اذهبي الى المدرسه. تمام، يبقى دي اسمها منادى. يبقى انا شكل الجمله عندي في الامبراتيف ممكن يجي لي فيرب او فيرب وكومبليمون، او ممكن يجي اسم مثلا، اسم شخص بس يعمل له ايه، يحط بعديه فيرجيل فاصله، وبعد كده ايه، يديني جمله الامر عادي. تعالوا بينا نعرف ازاي اعمل جمله الامر، او احط الفيرب اللي انا عايز امر بيه حد في صيغه الامر. احط الفيرب في صيغه الامر، تعالوا بينا نعرف ازاي احط الفعل في صيغة الامر، او اعمل جملة في صيغة الامر. عشان اعمل جملة في صيغة الامر عندي خطوتين، اول خطوة conjugate le verbe avec les pronoms tu و nous و vous au présent. انا بصرف الفعل مع الضمائر تو ونو وفو في زمن ايه، الامر. طب ليه بالتحديد تو وفو ونو؟ لان انا لما هوجه امر او هدي اوردر لحد، هدي ليه لشخص واقف قدامي، او مجموعة اشخاص واقفة قدامي، اكتر من واحد يعني، يا اما هدي لشخص واحد او اكتر من واحد، اللي هو مين، اللي هو التو لو فرد واحد، او الفو انتم. طيب النو، النو هنا هستخدمها في صيغة الأمر، تمام، كاقتراح، لو هقترح على مجموعة أو أنا فيها، هنقترح إن احنا نعمل كذا، نذاكر مثلا أو نشاهد التلفزيون أو نعمل حاجة، يبقى الأمر هنا هيكون في صيغة النو، لأن أنا الأمر ملزوم مني إن أنا هعمله معاهم. تمام، يبقى أول حاجة إن أنا بصرف الفعل مع التو والفو والنو في زمن المضارع. نشوف مثال عندنا، فيرب ايكوتي، فيرب ايكوتي بمعنى يستمع او معنى ينصت. تمام، اول خطوة ان انا ايه، هصرفه في المضارع مع التو، يبقى تو ايكوت، فو ايكوتي، نو ايكوتو. كده انا صرفت الفيرب في صيغ في زمن المضارع مع التو والنو والفو، ده أول خطوة. تاني خطوة إن أنا هعمل إيه؟ سوبريم، أحذف لي برنوم، أحذف الضمائر تو والفو والنو، كل الضمائر دي أحذفها، لأن أنا قلت جملة الأمر إيه؟ ما فيهاش سوجي، برافو، جملة الأمر ما فيهاش إيه؟ سوجي ولا برنوم في الأول. تمام؟ يبقى أنا هحذف الضمائر دي. وايه تاني؟ وهحذف حرف الاس، لليتر اس، مع الضمير تو سيلمو، مع الضمير تو فقط، مع افعال المجموعه الاولى، لو فيرب دو بريمير جروب. لو كان الفعل بريمير جروب زي فيرب ايكوتي، هحذف حرف الاس مع الضمير مين، تو فقط. طب لو الفيرب دوزيام جروب او تروازيام جروب، لا الاس هتفضل زي ما هي، مش هحذف حاجة من الفعل غير الضمائر. تمام، تعالوا بينا نشوف ازاي. اهو حذف لي التو والحرف الاس، اكوت اكوت و بروفيسير، اكوت و بروفيسير، فوكيتي تبقى اكوتي و بروفيسير، انصتوا للمدرس. يبقى هنا امر موجه لشخص واحد، اسمع للمدرس، اكوتي او بروفيسور، اسمعوا او انصتوا للمدرس. طيب النو، هحذف النو، اكوتون،
نسمع، تمام؟ بأمر حد وأقول له نسمع أو نركز بقى، أو إيه يلا نسمع الفيلم مثلا، أو نسمع المدرس، بقترح عليه يعني لازم نسمع المدرس، تمام؟ يبقى الأمر في الغالب دايما بستخدم التو والفو، التو والفو. النو كاقتراح بستخدمه الاقتراح، وأنا بكون في من ضمن الناس اللي أنا بأمرهم دول أو بقترح عليهم، تمام؟ تعال نشوف فيرب مجموعة تالتة. فيرب مثلا وليكن فيرب فير بمعنى يعمل، أصرفه الأول في زمن المضارع أو بريزون، تصريفه تو في فو فات نو في زون، تمام؟ فيرب فير أو بريزون تو في فو فات نو في زون، تمام؟ ده كده انا عملت اول خطوة ان انا صرفت الفعل في المضارع. تاني خطوة ان انا هحذف ايه الضمائر، يبقى الفيرب الامبراتيف هحذف ايه التو، يبقى في، تمام؟ فات في زون، في مثلا في لو دوفوار اعمل الواجب، في اتانسيون انتبه، في دو سبورت اعمل رياضة، تمام؟ على حسب بقى الجملة أو الأمر اللي أنا هوجهه للشخص اللي واقف قدامي. طبعا في هنا أمر موجه لفرد واحد، لشخص واحد واقف قدامي، في تي أمر موجه لمجموعة. هل كل الأفعال اللي عندي هينطبق معاها نفس الطريقة إن أنا أصرف الفعل مع التو والنو والفو في المضارع وأحذف الضمير يبقى كده الفعل في الأمر؟ جميع الأفعال اللغة الفرنسية هينطبق عليها القاعدة دي، ما عدا تروا فيرب، ما عدا 3 أفعال بس هما الريجولار أفعال غير منتظمة. 3 أفعال بس هما إيه؟ الريجولار أفعال غير منتظمة. تعالوا بينا نشوف الأفعال الغير منتظمة كده. فيرب أتر، فيرب أفوار، فيرب سافوار. يبقى فيرب أتر، verb avoir، verb savoir. الأفعال دي تصريفها مختلف عن المضارع، تصريفها في صيغة الأمر مختلف عن المضارع. تعال نشوف، تصرف verb être في الامبراتيف في الأمر مع التو بيبقى سوا سوايو سوايي. طبعا أنا حافظ دايما إن فعل être بيبقى je suis tu es il est allé nous sommes vous êtes ils sont also. ده الفعل هنا مختلف تماما عن ايه؟ عن المضارع. ليه؟ احنا بنتكلم في صيغه الامر، وقلت لك ان الثلاث افعال دول غير منتظمين. ثلاث افعال ايه؟ غير منتظمين. ثلاث افعال دول شواذ irregular، تمام؟ تعال نشوف فعل avoir في الامبراتيف بيبقى اي ايو اي اي ايو اي. فيرب سافوار الامبراتيف ساش ساشون ساشي، ساش ساشون ساشي، تمام؟ يبقى انا اي فعل عندي في اللغة الفرنسية هينطبق عليه القاعدة ان انا بصرف الفعل مع التو والفو والنو واحذف الضمير، ولو كان فيرب مجموعة اولى هحذف حرف الاس مع التو، خلاص كده انا صرفت الفعل فين؟ في صيغة الامر، ما عدا 3 أفعال بس هم اللي غير منتظمين اللي هو فيرب أتر وأفوار وسافوار، تمام؟ لو كان الفيرب بقى برومينال، لو كان فيرب برومينال الأفعال ذو الضميرين هعمل إيه معاه؟ وليكن مثلا فيرب سوليفي، سوليفي أصرفه الأول في المضارع كده ينطبق عليه القاعدة، في المضارع هيبقى إيه؟ Tu te lèves, nous nous levons, vous vous levez. كده انا صرفت الفيرب مع مين؟ في زمن المضارع مع الضمائر. طيب نحذف بقى الضمائر خالص، نحذف التو والنو والفو. نخلي بالنا احنا عندنا 2 نو و2 فو، هحذف النو والفو الاولانيين
تمام. هسيبه كده، انا حذفت دلوقتي التو، هسيبه كده تو ليف. لا، هنرحل التو بعد الفيرب بايه؟ بتوا، يبقى ليف توا، وحذفت الاس طبعا لان ده فيرب بريمير جروب مجموعه ايه؟ اولى. يبقى انا ايه؟ افونسي تو بار ايه؟ توا. النو هعزف النو الاولانيه، والنو تاني هعمل لها ايه؟ ارحلها بعد ليفون، يبقى ليفون نو، ليفون نو. فو ليفي هتبقى ليفي فو. تمام كده، انا حطيت الفيرب في صيغه الامر، الفيرب ذو ضميرين في صيغه الامر. تمام كده بالنسبه لي الدرس انتهى، بس فاضل حاجه بسيطه وهي لا نيجاسيون، ازاي ينفي صيغه الامر. طب انا هنفي صيغه الامر ليه؟ ما انا هقول له ذاكر، انصت للمدرس، استمع. طيب ليه هيكون في نفي؟ ما انا زي ما هدي اوامر ممكن ادي ايه؟ نهي. فانا بستخدم صيغه النيجاسيون في النهي، ان انا بنهيه انه يعمل شيء معين او فعل معين. فعل وليكن مثلا زي فيرب فير في الامر، بيبقى في فات فيزون، عاوز احوله للنفي. طبعا انا عارف ان النفي بستخدم ايه؟ الني النو والبا، بستخدم النو وايه؟ والبا. تمام نيجي نحوله كده للامر للنفي، يبقى نو في با، نو فات با، نو فيزون با. تمام انا كده انا حطيت الامر في النفي. نشوف فيرب تاني، فيرب ايكوتي مجموعه اولى، احوله للنفي. نيكوت با ما تسمعش، نيكوتي با ما تسمعوش او لا تسمعوا، نيكوتون با لا نسمع او لن نسمع. تمام كده انا حولت الامر المثبت لامر ايه؟ منفي او نهي. طبعا هنا عندي الفيرب بيبدا بان لتر فويال، حرف متحرك، فاستخدمت ايه؟ هنا بستروف. بالنسبه للفعل ذو الضميرين اللي لسه مصرفينه، هنفيه زي ليف توا، ليفون نو، ليفي فو. تمام احطه ازاي في النفي؟ احطه كده بين النيو والبا؟ لا، هرجع التوا اللي انا جبتها دي قبل الفعل تاني زي ما كانت الاول ب تو، والنو ارجعها قبل الفيرب، والفو ارجعها قبل الفيرب. يبقى ني نو تو ليف با، نو تو ليف با، نو نو ليفون با، نو فو ليفي با. تمام كده ان شاء الله انتهينا من الدرس، ونلتقي ان شاء الله في درس تالي ان شاء الله. لو في اي تعليق عن الفيديو او اي حاجة صعبة بالنسبة لك او حاجة مش عارف تصرفها، اكتبها لي في كومنت اسفل الفيديو، او اي حاجة عايز مش فاهمها غير الدرس وعايز نشرحها لك، اكتبها لي في كومنت اسفل الفيديو وان شاء الله اشرحها لك. ويا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله.